صباح الخير مشاهدينا. اليوم معنا كراسي. هذا الشيء بيعني انه نحن اليوم جبنا لكم الرياضه على مكان العمل، هيك ما بقى في حدا عنده حجره يقول انه ما عنده وقت ليروح يمارس الرياضه. شو هي التمارين الرياضيه اللي فيكم تمارسوها في مكان العمل؟ انتم بس بحاجه لكرسي. اول شيء مشاهدينا رح نكون قاعدين على حافه الكرسي. من هون اول تمرين رح نقوم فيه، رح نوضع ايدينا بهذا الشكل، نعلي اجر اليمين اجر الشمال وندق الكوع اليمين فيها، ننزل لتحت. 2 3 4 5 6 7 8 9 3 مرات واخر مرة. من هون منعلي كوع الشمال ومندقه بركبة اليمين، مننزل على الأرض. 2 3 4 5 6 7 8 9 3 مرات، مرتين بعد وآخر مرة. من هون رح يضلوا إيدينا بهذا الشكل، رح نمد اجر اليمين ونحط الكعب على الارض. من هون مشاهدينا رح ننحني بشكل جالس لتحت ونطلع لفوق. 2 انتبهوا تخلوا ظهركم مستقيم، ما تنحنوا كثير. 3 4 5 6 7 8 9 مرتين بعد واخر مره. من هون مشاهدينا بننقل لتاني اجر، على طول كعب القدم على الارض ثابت. من هون منطب بشكل خلي ظهري جالس. 2 3 بجلس راسي بس اطلع. 4 5 6 7 8 9 3 مرات بعد آخر مرتين. من هون تصعب شوي الحركة، رح حط الإجرين اثنيناتهم كمان، ننزل لتحت ومنطلع. 2 3 4 5 6 7 8 أربع مرات. 3 2 وآخر مرة. من هون مشاهدينا رح أوضع قدم الشمال، رح حط رأس القدم عليها. من هون رح افتح اجري بهذا الشكل بالايد على الارض، رح افتح ايدي على مستوى الكتف. من هون بايد اليمين بنزل بدقر بكعب اجر الشمال وبطلع لفوق. 2 وبجلس. 3 4 5 6 7 8 اربع مرات، مرتين بعد. من هون نغير اجر، ننزل نعمل 1 لفوق، 2 3 4 5 6 7 خمس مرات. 3 2 وآخر مرة. من هون مشاهدينا رح نقرب شوي، نعمل دبس. من هون ايدي رح يكونوا ورا ظهري. من هون رح انزل قطعج ايدي او اعمل بايدي زاوية 90 درجة ودب كواعي لجوا واطلع لفوق، جلسهم. بنزل برسم 90 درجة بايدي وبجلسهم لفوق. 4
خمسة، كواعي لجوا، ستة، سبعة، خمس مرات، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. من هون برجع بطلع، بقعد، بحط ايدي بهذا الشكل على الكرسي، مد اجري، بقربهم لصوبي، مدهم لقدام. اثنين، اهم شيء تنتبهوا مشاهدينا، الكرسي ما تكون رولينج تشير او ما يكون عندها دواليب. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، مرتين بعد، واخر مرة. هلا مشاهدينا رح نقوم بهذا التمرين للاشخاص اللي بعد ما عم يقدروا يقوموا بالكرفساء بشكل صحيح. بعد في كثير اشخاص اوقات بس ينزلوا بخلوا مستوى الركبه يتخطى اصابع القدم، وبالتالي بيكونوا عم بحطوا الضغط على ركبتهم بدل ما يحطوها على الارداف. مشان هيك الطريقه السليمه تيبلشوا يتعلموا كيف يقوموا بتمرين الكرفساء مزبوط، فيكم تستعينوا في كرسي مشاهدينا. من هون بنقوم بالتمرين، ننزل لهون مشاهدينا، بنقدر بالكرسي ونطلع لفوق. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، أربع مرات، ثلاثة، اثنين، وآخر وحدة. من هون مشاهدينا رح نبرم الكرسي بهذا الشكل، بنكون واقفين هون، اجرينا مسكرين على بعض، رح نعلي اجر لفوق ونوطيها لتحت. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية، تسعة، عشرة، مرتين بعد، واثنان. من هون نغير.